إن كنت من الكرماء فيا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فيا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. صدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله. يلا تعودوا معي يا أطفال. ها يلا كمل 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 كمل. من سحرك وتهريجك ودوما تسلينا وبكف كتوابك والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين كمل. الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مقل معلومة وبها ينور العقل. مساء الخير مساء الخير. على بالكم اليوم عرفت أنا باللي الأطفال ربي يحبهم سبحانه. شفتوا الشمس اللي راهي يا أخي؟ قالوا اليوم شتاء شتاء بزاف. ربي يحبكم ووالديكم يحبكم تاني اللي جابوكم اليوم وعمو يزيد يحبكم أكثر. شكون اللي يقرأ مليح؟ كامل هادو يقراو مليح صح. شكون اللي يحب المدرسة؟ شكون اللي ما يحبش المدرسة؟ شكون اللي ما يحبش المدرسة؟ خلاص أنا شفيت عليكم كامل. نروح نشوف الشيوخ تاعكم كامل كيما راكم. بصح ما كان حتى واحد ما يحبش المدرسة. هاي تخي بيان يا أطفال. على بالكم باللي اليوم راكم معايا هنا باش تساندوني باش نمروا رسالة مهمة جدا جدا جدا. هي رسالة واسمها أرى أفضل لأدرس أحسن. الطفل بالمرات يكون عنده نقص في البصر بصح بلا ما يفيق. إذا احنا نوجه نداء للأولياء باش يفحصوا البصر نتاع أولادهم باش يقراوا مليح باش يقدروا يقراوا. ما تزعفيش. مش راكي بنتي لاباس؟ مرحبا بك مرحبا بك. إذن ماذا بيا تمروا معايا هذه الرسالة. واليوم كما شفتوا كاين بزاف أطفال جاوا داروا فحوصات طبية ونجات من بعيد. رحبنا بهم وفرحنا بهم. ناس جاوا بكري. إذن الرسالة نتاع الفنان والرسالة على لسان الطفولة شفتوها كيفاش تمر يا أطفال مرت بصفة جميلة جميلة جدا. إذن علاش قلت لكم شكون اللي يحب المدرسة؟ راح نتغنوا معايا. تعرفوا الأغنية تاع مدرستي؟ فوالا مدرستي مدرستي كم أحب اسمها دوما في شفتي أشدو بها. أعطوها ميكرو أعطوها ميكرو أعطوها ميكرو للشابة هذه. أعطوا لها الميكرو. هاد الشابة اللي عندها النبولة الخضراء تاع عمو يزيد هذه. غني معايا. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي هي دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة
فلتحيا مدرستي. يلا كمل تغنوا معايا بالموسيقى. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأمنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، فلتحيا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. يلا 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 كمل كمل كمل. إخواني أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. كمل كمل كمل. أحلاها ما أباها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. ما أحلاها ما أباها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفتي. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفتي. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. شكرا 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 شكرا. عجبتكم الاغنيه؟ تحبوا المدرسه؟ برافو 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 يا اطفال. يا اطفال واش رايكم، شكون اللي
شكون اللي يحب جداته؟ تحبوا كامل؟ على بالي علاش تحبوا جداتكم. كما نقول في الأغنية: برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي ومشاغبتي، تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. هكذا عليها تحبوا الجدة، ما تقولكم والو، ها؟ نغنوا لها أغنية. إذن يلا، جدتي جدتي أنت سر بسمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. كامل 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 كامل. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركة. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركة. كامل. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. يلا 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 أطفال، كمل كمل. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي مشاغبتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي مشاغبتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي مشاغبتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي مشاغبتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. ودي من عمري تحيي لنا بوركتي يا جدتي. ودي من عمري تحيي لنا بوركتي يا جدتي. جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. عجبتكم الأغنية؟ شكون اللي جمع جداته هنا يرفد يده؟ شكون اللي جمع جداته؟ الله يبارك، ربي يحفظهم إن شاء الله، وربي يطول في عمرهم إن شاء الله. راي معنا اليوم خالتي خوخة في عمرها 87 سنة. مرحبا بك خالتي خوخة، مرحبا بك، مرحبا بك. خالتي خوخة عيطت لي بنتها، قالت لي كيفاش راح ندير هذا العام والفا، كل عام نديها وين تغني 8 مارس.
هاد العام راه عنديها. قلت لها جيبيها يوم 11 مارس. يا اخي على بالكم بلي عمو يزيد اعتزل الغناء للكبار، على جالكم يا اطفال، لان تربيه النشء مسؤوليه كبيره، لهذا قمت بهذه التضحيه هذه. شكرا شكرا، يعطيكم الصحه. شكرا شكرا. ولادنا يستاهلوا كل خير، ماذا بينا نتعاونوا كامل كما رانا لتربيه النشء. يطول عمرك يطول عمرك. اذا عمو يزيد راح يغني للاطفال فقط، والاعمال الخيريه الموجهه للاطفال. بامكانكم تسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش تجوا تحضروا معنا في الحصه. على بالي بلي كاين بزاف اللي سجلوا، ما تقلقوش راح نكمل نعيطوا لكم، لان كاين تسجيلات راهي لحقت 20,000. عيد ميلاده واسمه عبد الرحمن. عيد ميلاد سعيد يا عبد الرحمن. 15 مارس مازال شويه، معلش قولوا اليوم. هيا عيد ميلادك سعيد عبد الرحمن. شكون اللي عيد ميلاده اليوم؟ ما كانش بزاف. شكون اللي غدوه؟ شكون اللي عيد ميلاده في شهر مارس؟ راح نغني لكم الاغنيه اللي دارها عمو يزيد خصيصا لكم. عيد ميلادك احلى عيد يا اخي. اوكي تغنوا معايا، استناوا دقيقه. هاي جات خالتي خوخه. دقيقه دقيقه. تفضلي تفضلي. هذه خالتي خوخه اللي حكيت لكم عليها مقبله. خالتي خوخه كانت تتبعني في كاع الحفلات تاع 8 مارس وكاع الحفلات اللي كنت نقوم بها. واش تقولي لهم خالتي خوخه؟ ها؟ واش تقولي لهم؟ ما عندي ما نقول لهم. قولي لهم ربي يحفظ. حفظ ربي يخلف عليا. واش؟ انا كي وصلت لهنا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك في اي وقت خالتي خوخه وشرفتينا. ربي يطول عمرك ان شاء الله، ربي يخليك. حبيت تشطحي معايا؟ يلا. مرحبا بها مرحبا بها. خلاص يلا، عيد ميلادك احلى عيد كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هل الحلوى لك جبناها وشبعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبرقولو وشمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغني له، وشمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغني له. كاملة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. ربي يطول عمرك ان شاء الله، شرفتينا خالتي خوخه. ربي يطول عمرك ربي يخليك. شفتوا الحيويه 87 سنه، ربي يطول عمرها ان شاء الله، وربي يخلي كاع كاع، ربي ان شاء الله يوصلكم وتكونوا بصحتكم. واش راكي لاباس؟ اروح 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 جيبوه.
على بالكم اليوم يا أطفال بلي كاين شريحة، درنا الحفل هذا. أروح جيبوه يقول لنا كلمة. معليش، واش حبي تقول؟ واش حبي تقول؟ تحبهم؟ فوالا، قالكم نحبكم، الله يبارك. كاين اليوم شريحة شرفونا اليوم ودرنا الحفل هذا على الشرف نتاعهم، هما ذوي الاحتياجات الخاصة. دوك نجي لعندك وليدي، دوك نجي. واش حبي تغني؟ الكلون او طالع راهو جاي، كاين الكلون دوك يجي. خلاص، حبيت اليوم نقول لذوي الاحتياجات الخاصه باللي رانا معكم، ما نسمحوش فيكم، وهذه الالتفاته هذه اللي درناها اليوم ما هي الا بدايه، وان شاء الله يا ربي ربي قدرنا باش نعاونكم. على كل حال، بطبيعه الحال الجزائري بطبيعته انسان مولا خير، لازم برك توري له وين يدير الخير. دونك حنا ان شاء الله نورو لكم وين نديروا الخير وتلتحقوا بنا، ورايحين ان شاء الله بربي تكون عندنا رساله في كل مره، في كل مره رساله. وهذا العمليه هذه تاع ارى افضل لادرس احسن رايحين نعموها. ماذا بيا نوجه شكر برك للناس، الناس اللي ساعدونا باش هذه العمليه تتم. اذا راح نبدا بقناه الشروق تي في. الشروق تي في اللي دارت لنا هي الشريك نتاعنا في الحفل هذا، شفتوا كاع الرواج اللي دارتو. وكذلك ما ننساش ديوان رياض الفتح اللي رانا متواجدين عندهم هنا، اللي كانوا معنا في هاد العمليه هذه. وثاني ما ننساوش اسيلور سيفو الجيري اللي مدونا 500 نظاره للاطفال، 500 بير دو لونات، يعطيهم الصحه. كذلك شركاء الاعلاميين تاعنا، عندنا استالا فيستا اللي عطاونا لي شابيتو هذوك اللي اليوم درتو فيهم المكياج كامل يا اطفال، عطوهم لنا اليوم. ثاني معنا شركه رامي، بزاف دراري اللي يشربوا الجو تاع رامي اليوم. يا اخي شكون يشرب الجو تاع رامي اليوم؟ فوالا. كاين شركه اكل نسى يعرفوها، اكل اللي همنا هو انتوما. اذا الشريك تاعنا كذلك ورامي اكل، وكذلك شركه كوندور اللي دائما متواجده معنا. اذا رامي اكل وكوندور والشروق هما شركاء كذلك متعاملين في الحصه تاع مع عمو يزيد، يعطيهم الصحه. كانت معنا مديريه الصحه لولايه الجزائر، نشكرهم بزاف. مديريه الصحه كذلك لولايه الجزائر، كانت معنا مديريه الشباب والرياضه، جمعيات نشاطات الاطفال والشباب القدس بالشراقه، كذلك كانوا معنا ادي ديسبلاي اللي داروا كاع لي زافيش اللي كانوا برا كنتوا تشوفوا فيهم، اوريزون كذلك هما اللي طبعوا هذوك لي زافيش، وبيان سور كان معنا دي غرا كومونيكاسيون اللي درنا كاع لي كونسيبسيون. نقول لكم باللي الجزائري انسان مولا خير، وين رحنا دقدقنا على الباب فتحوا لنا الابواب. اذا بفضلكم هذا ان شاء الله انا ماذا بيا في كل مره يكون عندنا عرس كما هذا ونحتفلوا. اليوم رانا هنا على شرف ذوي الاحتياجات الخاصه، انا ما نقولش المعاقين، نقول ذوي الاحتياجات الخاصه. ماذا بينا توقفوا معنا يا اطفال؟ واش رايكم دركا نروحوا العاب الخفه؟ تحبوها العاب الخفه؟ يلا جانا عمو اسامه، نرحبوا به. قولوا عمو اسامه باش يدخل. كامل كامل كامل. مانيش نسمع فيكم مليح، اكون واجدين باش تشوفوا العاب الخفه. لو واجد الفديدي في زوج كامل صحة، هيا عاودوا هبطوا كامل يديكم. دوكا كون حابين نبداو صحة، كامل ديروا هكا، كامل ديروا هكا صحة، كامل وماك ديروا في جيوبكم صحة، وماك شدوا حاجة، شدوا حاجة مليح هكايا. دوكا كامل ديروا هكا وديروها عليا صحة، كامل هوب هوب. مام تو ملاك الفوق ديروها لي، مام تو ملاك الفوق ديروها لي صحة. واش عندنا هنا؟ فرارة حمراء، هذه باسكو كي تحبوني بزاف هي اللي جات حمراء، وكاع قلوبكم بيوضة. دوكا تبعوا معايا مليح، نعاودوا نحطوها لداخل هنا. كامل شتوها، كامل شتو بلي عندي فرارة خضراء، صح؟ خضراء ولا حمراء؟ مانيش نسمع فيكم. حمراء.
مصباح وانا نقول لكم حمراء وانتم قلتوا لي خضراء ما فهمتش علاش. معليش نعاودوا نحطوها لداخل هنايا. دوكا شوفوا لازم كامل تحسبوا واحد زوج ثلاثة باش تروح. اوب راحت. دوكا لازم نعاودوا نجيبوها صح. شكون يجي معايا؟ شكون يجي معايا؟ هبطوا يديكم هبطوا يديكم انا الخير هبطوا يديكم اللي شوفوا قاعد عاقل ومربع يديه نجيبوا معايا لهنا. لازم اسحقوا دقيقة 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 كامل هكا كامل هكا صح. استناوا استناوا خلاص هاي هنايا هاي هنايا هاي قدامي صح. معليش اروحي معايا لهنايا. واسمك؟ لينا. اسمها لينا. عطونا تصفيقة كبيرة على لينا صح. لينا الفولار هذيك عم بالك وين راحت؟ نعم. وين راحت؟ في داركم تحت المخدة تاعك على بالي. ينسر اكو حابين نعاودو نجيبوها. هيا خلاص نعاودو كيما مقبلة كيما جبناها مقبلة عاودو نجيبوها دوكا كامل ديروها صح. تي عاودو ديروها صح. هي اللي حتشدها شديها انتيا ماشي انا حنشدها دوكا. عاودو عاودو انتي لا لا انتي تشديها هما يديروها لك وانتي تشديها. هيا كامل واحد زوج ثلاثة هوب وراهي ما قدرتيش. معليش دوري تشوفي منا. هنا عيطنا لها على جال شعرها راح نحكموا شويه من شعرها نقطعوه ومن بعد نعاودوا نرجعوه فولاره حمراء. اكي قابله ماكيش قابله نقطعوا لك شعرك تسمى دوكا ما نقدرش نجيبوها لو كما نقطعوا لك شعرك انتيا. لا 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 معليش يا اطفال سكات سكات شويه سكات تبعوا معايا مليح. نحكموا هنايا شويه مش ما تخافيش مش حنقطعوها ما تخافيش. نحكموا شويه منا هوب هكايا هوب 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 فوالا شتو دوكا شويه من شعرها ولا احمر. دوكا السؤال المطروح اسكو راكو حابين شعرها رجعوا احمر كامل. لو حاب يقول نعم صح. لا ديسيزيون الاخرى اللي من تولي تولي ليها هي. اكي حابه شعرك رجعوا احمر؟ لا لا نخلو كيما كان صح. احمر لون الاحمر لون شباب. لا لا معليش ما حبتش. معليش يا اطفال ما حبتش نديروا لها رايها. اوكي اي عاودي شوفي شدي منها مليح شدي منها وحسبوا انتوما واحد ثلاثه هوب راح. عطونا تصفيقه كبيره عليها. الاولاد راح نقول لكم كاين واحد الاطفال كانوا عندنا هنا قبيل كما قال لكم عمو يزيد. كاين بعض الاخوه اللي عندها مؤسسات اللي جات شاركت معنا في هذا الحفل منهم عائله اقل اللي راهي متواجده معنا. دارت مكان اللي دارت فيه الرسم. كانوا واحد الاطفال شاركوا وحنا خيرنا من الاطفال هادو خيرنا ست اطفال اللي شاركوا في الرسم. راح نقول لكم مستا هادو راح نعيطوا لهم يجوا هنا وكاين زوج فيهم راح نعطوا لهم لي كادو. هي عبارة مهداة من عند عائلة أقل. هي عبارة عن طبلات. المشاركة الأولى واسمها حمزة منيا. وراهي بنيا بنيا بونجور احكمي مكانك واسمك منى. المشارك الثاني أو الثالثة مساوي عبد الرحمن. شكون مساوي عبد الرحمن؟ راك هنا روح طلع من هيك وليدي وارواح صحة. حمودي مهدي. حمودي مهدي روح وليدي من هيك ودخل اجري. املال بلال. املال بلال. سلمان ايا. انت واسمك؟ مساوي عبد الرحمن. مساوي عبد الرحمن مكانك روح وليدي. انت واسمك؟ مهدي. مهدي روح مكانك. حمودي ادم. حمودي ادم هو هنا. اقعد احكم مكانه وبدا ترسم. بن شريف ياسين. بن شريف ياسين هو التام. حمودي اقعد لهنا. هيا روح ليك راح. مساوي عبد الرحمن وين راك مساوي عبد الرحمن؟ راك هنا. اوكي عندنا المشاركين هادو اللي راهم متواجدين عند عمو يزيد يكملوا يديروا لنا رسم واحد اخر
فيما بعد راح نشوفوا الزوج اللي فازوا بلي طابلات اللي يهديهم لهم عائلة أقلو. شكرا، راح نعاود نواصل الحفل تاعنا مع مو يزيد. شكرا. واش راكم ديروا هنا انتوما؟ ربحتوا في الرسم، رسمتوا مليح انتوما. هيا مرحبا بكم. انا جبت معايا طفله نحبها بزاف. هاد الطفله انا اكتشفتها في حصه، في حصه على قناه شروق تي في. واسمك؟ انفال. واسمها انفال. بلا كنتوا شفتوها معايا في الحصه. الطفله هذه مريضه ولكن عندها اراده قويه قويه قويه. واش جبتي لي انفال؟ شوفوا انفال واش دارت. هذه صوره عندها مده راحت كبرتها، قالت لوالديها نروح نكبر الصوره تاعي مع مو يزيد ونديها له يشوفها. بصح هذه الصوره انفال درك نديها انا ولا انت؟ نتايا. وعلاش ما تقرديهاش انت؟ عندك واحده اخرى؟ داكور، درت الدوبل. قفزه، شاطره شاطره شاطره. اذا بنتي يعطيك الصحه على هذه الهديه هذه. صفقوا عليها يا اطفال، صفقوا عليها، صفقوا عليها. فوالا، برافو انفال، برافو. تحبي تقعدي هنا؟ هيا خلاص. تستاهل تقعد هنا انفال، تستاهل تقعد هنا. ربيا، انا دركا راح نغني لكم اغنيه على بالكم، بالك شفتوها في لا بوبليسيتي وكامل. هذه الاغنيه انا وليت نحبها بزاف. هذه الاغنيه تتغنى بحقوق، من حق الطفوله، من حق الطفوله صحه علم حب وحنان. انا حبيت نشوف هذه الصوره، هذه نشوف الاطفال مع مواليهم. مهم جدا، لانه هذا نداء ثاني نوجهوه باش يتقربوا من ولادهم، لانه الطفل حساس والطفل اللي تريز انتيليجون. انا حبيت ندير حاجه. تحبوا الالغاز؟ اذا يحمل اثقال ولا يستطيع ان يحمل مسمار. يحمل اثقال ولا يستطيع ان يحمل مسمار. شكون؟ اعطي الميكرو للشابه هذه اللي ورفدها باباها. هذه الشابه هذه، اعطي لها الميكرو. حشمتي؟ بابا هو اللي كان يرفد لك في يدك مش انت. فقنا فقنا فقنا، ماشي هي. شكون؟ اعطي لها هذيك اللي قدامك، العروسه هذيك. اعطي الوحده فيهم معليش. بحر. عاودي لنا. بحر. البحر. وانت؟ البحر. البحر. قلنا الجواب. لا 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 لا، قلنا الجواب. عرفوا؟ وانت عرفتي تاني؟ زعفوا كم؟ لا 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 لا، ما تزعفوش العمو يزيد يا اخي. هيا قول لي الجواب. بحر. بحر. فايز. فايز خلكم البحر. انت تاني عرفتي البحر؟ عرفتيه؟ الله يبارك الله يبارك. عرفتيه؟ البحر. لابيسين. قلت لكم لابيسين، عندها الحق. لابيسين تاني، يرفعوا اثقال ولا يرفعوا مسمار. برافو برافو برافو. وشن؟ عرفتي البحر تاني؟ شاطرين بزاف انتم، انا ما نقدرش انايا. شكون يعرف البحر تاني؟ هو يحبني انا. هيا بوس عمو. واسمك؟ واسمك؟ ها؟ عبد الله. تغني لنا اغنيه عبد الله؟ تعرف تغني؟ هيا غني. جدتي. ربي يسهل ربي، ويغني لكم جدتي. برافو برافو. وي انفل، انفل حب تبوسني وتروح. فوالا بنتي، بشفع لك بنتي، الله يبارك. انت اللي سبتي الاجابه تاع اللغز. واش نعطوا لها؟ طابلات. شوفوا، جبناكم اليوم باش نديروا لكم فحص على العيون، بلي الطابلات ماشي مليحه بزاف. ونزيدوا نعطيكم طابلات معليش، بصح بشرط
يا أطفال توعدوني باللي تنقصوا تنقصوا الطابلات بزاف والأورديناتور بزاف ما مش ملاح، ولكن فيهم الإفادة، هما يفيدوا ولكن ما لازمش نكتروا منهم. إذن أقل 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 اللي همنا هو أنتوما، رايح يهدي لك طابلت، هيا وراهي راه طابلت تاع الشابة هذه، فوالا ذكريهم باسمك. هدى. هدى دوك هدى عندها من طابلت كيدز، فوالا مهداة من طرف أقل اللي همنا هو أنتوما، هيا برافو 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 بنتي. مدرستي الحبيبة من منزلي خريبة، أبوابها مرتفعة أقسامها متسعة، أحببتها قلبي لأن فيها صحبي، أخذ بها طبيبة أو كاتبا أديبا. كاتبا أديبا برافو. وش حبي تقولنا واسمك؟ يوسف. وش حبي تقولنا يوسف؟ أغني مدرستي. هيا غني. مدرستي الحبيبة من منزلي قريبة، وأبوها مرتفعة أقسامها التاسعة، أحببتها من قلبي لأن فيها صحبي، أغدو بها طبيبا أو كاتبا أديبا. برافو 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 برافو. دراري قاع يحبوا يغنوا، ولكن الشيء اللي يعجبني فيهم انهم يغنوا اغاني تربويه، هذا الشيء اللي حابين على هذا الشيء اللي اعتزلت انا الفن تاع الكبار باش الاطفال تاعنا يسمعوا هذا النوع من الاغاني. لغز ثاني، واش رايكم تحبوا؟ ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته؟ سهله هذه، قارفه يديكم. ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته لغيرك؟ السر. 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 ماشي السر، يلا اعطي لهم الميكرو. شكون يعرف؟ ما عرفتش، ما عندها الجواب. ما هو الشيء، ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته لغيرك؟ أعطيه الميكرو. لا لا مش السر، لا لا أعطي له، لا لا أعطي لها. الصوت. 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 لا لا الاسم. لا لا مش الاسم. الوعد. 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 وش هو؟ أرواحي. أرواحي. خلاص 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 قلتوا. أرواحي قولي لنا وش هو الجواب. تعالي تعالي. عرفتوه كاع. وكيفاش راح ندير؟ صح. شيء شيء لك ولكن غيرك. ربي طول عمرك. وش رايك سيدي؟ ماشي مشكل. خلاص خلاص محمد معليش. وش هو هذا؟ الرسم. قاعد معاهم. استنى يقول لهم وش راكي حابه. قطتي صغيره. حبيتي وش ديري؟ قطتي صغيره. حبيتي تغني؟ حبيتي تغني. قطتي صغيرة وجمها نمير، شعرها طويل تولها قصير، لعبها يسلي. حبت تغني غنية على الماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صدق الله العظيم. الماء الماء سر هذه الحياة لحيوان الأرض والنبات، به البقاء وبه النماء ومنه جاء الحسن والباء، فاحرص على نظافة الأبدان نظافة المكان، فلم تكن ولدا لطيفا ما لم تكن ط-
طول المدى نظيفة. برافو برافو. ايه واسمك بنتي؟ وسام. وسام جات اليوم تحتفل معنا وتوقف معنا، واش تقولي لهم وسام؟ تحبيهم؟ ايه. قالت لكم نحبكم وانتم ما تحبوها؟ واش تقولي لهم؟ قولي لهم نحبكم. حبكم. واش بها؟ واش بها هاد الشابه هادي؟ واشن؟ واشن؟ دقيقة دقيقة دقيقة، واش حبيتي تقولي لهم؟ شعب الجزائر مسلم وإلى الغروبة ينتسب. إلى؟ وإلى الغروبة. العروبة. وإلى العروبة ينتسب، من قال حادا عن أصله أو قال حادا عن. برافو برافو برافو. دقيقة، الطفلة اللي جاوبت على اللغز، أروحي بنتي. واسمك؟ إيمان. ما هو الشيء الذي وشن؟ أوه. ربي سن إن شاء الله، ربي سن. ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ ما هو؟ الجواب هو الوعد. الجواب هو الوعد، لا بخمس. إذن هذه الطاقة هذه لازم إحنا اللي نوجهوها، وإحنا دوك لازم يديروا الرياضة، لازم يقراوا، لازم نهضروا معاهم، لازم نخرجوهم، هذه مسؤوليتنا. إذن أقلي هدي لك من تابلت. صح عليك صح عليك دراري، هذي قاع حبوا يغنوا على بالكم قاع. نعطيهم شوية شوية، هيا شوية شوية، هيا اللي يغني أروح أروح. واش استناو استناو بالعقل بالواحد، هيا غني دور غني. مدرسة الحبيبة من منزلي قريبة، أبوابها مرتفعة وأغصانها متسعة، أدعو بها طبيبة أو كاتبا أديبا. برافو برافو برافو. ما تعودوش بالك وطيحوا. واشن نقول لك؟ لغز. قولي لي لغز. عندي 12 ولد ولكل ولد 30 ولد، من أكون أنا؟ برافو. يلا تغنوا معايا كامل، من حق الطفولة صحة علم وحنان. اقعد معايا يلا. من حق الطفولة صحة علم حب أمان أمان كامل. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. يلا 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 كامل كامل حقنا، جهزوا الأيدي قاع يا أطفال قاع 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 قاع. صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.
الأسماء وعند الحرب ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان برافو برافو برافو. إذا من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. دقيقة يا أطفال، فايز حب يقول لنا حاجة، واش تقول لنا فايز؟ قد عقلكم، قد عقلكم مليح. فايز قال لكم نحبكم كامل يا أخي، وحنا نحبوا. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء.